بعد التسريبات حول حقيقة نقل خليفة حفتر للعلاج في فرنسا، تداولت العديد من المصادر سواء كانت مصادر خاصة أو مصادر إعلامية فرضية نقله إلى مشفى فالدوغراس العسكري أو ما يعرف بمشفى الرؤساء الموجود الآن خلفي، ولكن هذه الفرضية هي شبه منعدمة كون هذا المشفى مغلق منذ 2014 لغرض الصيانة لتسليمه إلى جمعيات خاصة بإيواء المشردين، وهو أيضا لم يعد يتبع وزارة الدفاع، ويعني لا يوجد أي إجراءات احترازية أو أمنية في هذا المشفى سوى وجود عربة من عربات الجيش، وكما تشاهدون خلفي الحياة عادية، حركة المرور عادية، لا يوجد حركة كبيرة في هذا المكان. نحن الآن في الدائرة الخامسة بباريس والحياة عادية، هناك حركة من الناس، هناك حركة السيارات، ويعني شبه الأمر أو المشهد طبيعي.